احنا جينا لهنا كنجدوا السلطات وصاحب الجلاله الله يرحم الوالدين، لما ديروا لنا حل رحنا تقهرنا، قهرونا القهره ديال وليداتنا، تقهراتنا حتى حنا وصلات لينا. راه الله يرحم الوالدين، راه ما لقينا فين غنمشيو، اين باب غندقوا، ما عرفناش فين غنمشيو، اش من جهه غندقوا. اللي هضرنا معاه، هضرنا مع الاستاذ، تيقول لك الاستاذ اودي راه حنايا راه ما بيدناش، احنا بيدنا رحنا وليداتكم كيبقاو فينا، ما عندنا ما نديروا ليهم. الاستاذ كيطالب بحقه، بغينا دابا السلطات دير مع الاساتذه دير معاهم حل باش يرجعوا التلامذ يرجعوا يقراوا. راه عندنا وليداتنا في الباك، كاينه وليدات تبارك الله مميزين في المدرسه العموميه وباغين يقراوا وباغين يوصلوا، هادوك راه ذنوبهم على من، ما عرفنا فين غنديروا ايه اش من جهه غنديروا ذنوب هذوك الوليدات اللي باغين يقراوا وباغين يوصلوا، وليدات والاباء ديالهم كافحين معاهم باش يوصلوا هذوك الوليدات، ما لقينا لهم الجد. دابا كنناشدوا صاحب الجلاله هو اللي مسؤول علينا، يدير لنا حل، يشوف من حالنا ومن حال الدراوش. راه حنايا جينا لهنا وسامحين في شغلنا، كاين اللي عنده والديه مريضين سامح فيهم وجا لهنا، كاين اللي وليداتهم راضين سمح فيهم وجا لهنا، خلينا شغلنا خلينا كل شيء وجينا لهنا لعل وعسى يشوفوا من حالنا ومن حال الدراوش. راه ما قادرينش نديروا مراجعه على لولادنا، ولادنا ما عارفينش حتى الدروس، ومتبوعين امتحان وطني وعندهم امتحان جهوي، ومتبوعين امتحان ما عارفينش حتى الدروس اللي غادي يدوزوا فيها الامتحان، ما عرفنا اش من جهه غنمشيو ليها فين غنمشيو، ما قادرينش ندي ولادنا البريفي. البريفي راه خصك ميزانيه باش تدي ولادك، ما عرفناش واش هذيك الميزانيه اللي كتدخلها في الشهر واش غتقري بها وليداتك ولا تاكلها ولا تخلص بها الماو الضو اللي تقهرنا به، ما عرفناش من جهه غنديو هذيك شويه المصروف اللي عندنا، ما عرفناش اين جهه غنردوها، واش نديوها نقريو بها ولادنا ونجلسوا حنا بالجوع، ما عرفناش هذه الحكومه شنو باغا عندنا. كنا كنديو ولادنا كيقراو وكنجيو، وليداتنا كيديروا اللي عليهم وحنا كنديروا اللي علينا، والحكومه هي دايره اللي عليها والاستاذ داير اللي عليه. دابا كنطلبوا منهم يديروا حل مع الاستاذ، الاستاذ راه حنا عارفينه ما غاديش يضر ولادنا، الاستاذ منا حيت حنا عارفين ولا الاستاذ ولاد الشعب، ما غاديش يبغيو شي حاجه اللي تضر الشعب. دابا الله يرحم الوالدين اللي ما ديروا معنا حل، ديروا مع الاساتذه حل باش يرجعوا يقريو وليداتنا، راه وليداتنا كيضيعوا، ولا ضاعوا ولاد الشعب راه ضاع المغرب. راه الا ضاع المغرب ضاع كل شيء، اللي تتبنيو فيه راه نتوما كتهدموه بيديكم، راه وليدات الشعب راه كيضيعوا، راه ما كيقراوش كيخرجوا للزناقي، كاين اللي كيتعلم البليه كل واحد فين كيمشي. انا على هذا الشيء باش نلقاو حقنا وحق الاستاذ، حيت ما بقيناش عارفين شنو نقراو شنو نديرو، حتى في الدار وليت ما بقيتش كنخرج الزنقه، وليت كنمل بزاف في الدار. اليوم لبينا النداء ديال الدعوه ديال التلاميذ اللي دعونا اننا نحضروا ونديروا احتجاجات امام الوزاره، ولكن للاسف ما كانش حضور قوي للاسف. وتنوجه نداء لاولياء الامور والتلاميذ انهم يدعوا على حقهم، يدعوا على اولادهم، يناضلوا من اجل اولادهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول ايضا الله تعالى في كتابه العزيز ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا انتم المسؤولين، انتم اول مسؤول داخل الاسره على التلميذ، اذا انتم اللي خاصكم تناضلوا وتحتاجوا على اولادكم. ثاني حاجه بالنسبه للاساتذه الغير مضربين اللي ما تيناضلوش مع مع اخوانهم الاساتذه، خاص اولياء الامور ما يخليوش ولادهم يمشيو لديك مثلا تمشي لها قبل ساعه ولا تقرا ساعتين، هذا راه ماشي قانون، لان بنادم خاصو يمشي يقرا، يا اما يقرا الساعات ديالو كاملين يا اما ما يقراش، خاصو يلقاو لينا حل بدل هاد الساعات اللي تنقراو ولا يديروا لنا يقراو لنا ساعه في الاول وساعه في الاخر.